للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الصينية بكين كيندو شو، أستاذ المساعد في جامعة رينمين الصينية. سيد كيندو شو، أهلا وسهلا بك. ما الذي يقلق الصين بشكل مباشر في نمط العلاقة الأمريكية التايوانية؟ شكرا جزيلا على استضافتي. لمن لا يتابع الموقف عن كثب بشأن القضية في تايوان، فإن المشاغل الأساسية للصين هو العلاقات بين تايوان والولايات المتحدة، وهي علاقات غير رسمية، ولهذا الولايات المتحدة تدفع لتعزيز علاقاتها مع تايوان. ذلك بسبب أن الفكرة واضحة تماما، إن تعلن في النهاية تايوان استقلالها، وبالتالي تجبر الصين على الإعداد إلى السيناريو الأسوأ من خلال التكيف مع الأوضاع الجديدة، ولكن هذه تبعات خطيرة على المنطقة وضد تايوان أيضا، وفي العلاقات بين تايوان والصين. فبالتالي هذه المخاطر بشأن المسألة التايوانية، ولهذا السبب بكين قدمت الكثير من الحوار بشأن هذا الموضوع بكل عناية وحذر، لأن الأمر يتعلق بالعلاقات بين بكين وواشنطن أيضا. التدخل الأمريكي في شكل العلاقة مع تايوان يفسد أو من شأنه أن يوتر العلاقة بين الصين والولايات المتحدة، أم يزيد من حجم الاحتقان الحاصل بين الصين وإدارة تايوان في هذه المرحلة؟ نعم سيد كيندو شو. Yes sir. سأعيد طرح السؤال من جديد لعل هناك مشكلة في أن يصل الصوت. مستوى العلاقة أو شكل العلاقة الحاصل؟ Yes. حسنا، إذا ما نظرنا إلى العلاقات القائمة بين الصين والولايات المتحدة، فهناك كثير من الشواغل، ربما يرى بعضهم منها أن العلاقات الاقتصادية هي الركيزة الرئيسية لهذه العلاقات، وأيضا نضع في الحسبان سياسة الصين واحد. الفكرة الأساسية أن هناك الصين واحدة وتايوان جزء أصيل من الأراضي الصينية. فيما يتعلق بذلك، فإن تايوان ولا الولايات المتحدة لا يرون هذا الأمر بنفس الشكل، ولكن كثير من الشواغل في هذه المسألة على مدار السنين الماضية بشأن سياسة صين واحدة، وهذا يوضع كثير من التوترات في العلاقات بين الصين والكثير من الأطراف حول العالم، ولكن هناك كثير أيضا من الموافقات من عدد من الأطراف على سياسة الصين واحدة، ولكن هناك تايوان لابد أن يتم احتسابها كجزء أصيل من الصين. فبالتالي هناك شيء قريب ويشابه جدا فيما يتعلق بالعلاقة بين تايوان والصين. إذا ما نظرنا إلى جمهورية الصين الشعبية بشكل عام، وربما نرى هذا الموضوع من خلال القنوات الرسمية وهذه التفاعلات بشأن سياسة الصين واحدة. هناك الصين واحدة التي تشمل الأرض الصين الشعبية وأيضا تايوان. لكن سيد كيندو شو، يعني حتى هذه النقطة بشكل معلن أو بشكل رسمي من جانب المسؤولين الأمريكيين يقولون بأننا لازلنا نؤمن بمبدأ صين واحدة، وأن العلاقة الجارية مع تايوان لا تمس بهذه القناعة، إذا جاز التعبير، بهذه القناعة الأمريكية بصين واحدة. نعم، هذا هو وجهة النظر الرسمية من جانب الولايات المتحدة، وهذا ما يذكره المسؤولين الأمريكيين أن هناك صين واحدة. ولكن المشكلة الأساسية فيما يتعلق بالتفاعلات من جانب الولايات المتحدة التي تطرح الكثير من الإشكاليات في هذه الوقائع، وهناك الكثير من الإشكاليات التي تنجم عن هذه التصرفات من جانب الولايات المتحدة، فهم يستخدمون بعض الأدوات بالقرب من الصين، وبعد ذلك يقتربون أيضا في علاقاتهم مع تايوان، فهذا جزء من هذه التصرفات. وبعد ذلك نرى أن الولايات المتحدة تزيد من إرسال المعدات والسلاح إلى تايوان، ووفقا لأحد من المسؤولين
وبعد التبادلات بين الصين والولايات المتحدة، فالولايات المتحدة خفضت من الصفقات السلاح مع الصين، وواشنطن لا تتبع المنهج اللازم. وفي العام الماضي متحدث البيت الأبيض السابق قام بطرح كثير من الإعلانات المستفزة للصين، ومع تجاهل المبادئ الرئيسية لسياسة الصين واحدة. ولكن بشكل كبير كانت هناك كثير من التوترات في العلاقات القائمة سواء الرسمية أو غير الرسمية. أيهما كان أكثر استفزازا بالنسبة لبكين سيد كيندوشو؟ أيهما كان أكثر استفزازا، التقييمات التي قدمها المتحدث السابق باسم البيت الأبيض، أم زيارة مباشرة تقوم بها مسؤولة رسمية في الولايات المتحدة كانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي؟ ووقتها كان رد الفعل الصيني محتشما للغاية، هادئا للغاية، ولم يكن ربما حتى متماشيا مع تقديرات الكثيرين بأن هذا يشكل خرقا مباشرا لمبدأ صين واحدة. هل تقصد زيارة نانسي بيلوسي؟ نعم أسألك عن رد الفعل الصيني حيال الزيارة التي قامت بها نانسي بيلوسي. إذا ما نظرنا إلى الصورة الأكبر في الشرق الأوسط مثلا، هناك أيضا اتباع لنهج وسياسة الصين واحدة، وهناك كثير من الأولويات في هذه السياسة التي تعطى لهذه المبادئ في هذه السياسة. وكما تتفهمون هذا الأمر، فإن الجانب الصيني يضع أولويات القضايا الصينية في علاقاته مع الأطراف الأخرى، وهذا يأتي في جوهر ما المصالح الصينية، وهو القضية التايوانية هي في جوهر وصلب المصالح الصينية، فهي تتأثر وتتعلق بالسيادة الصينية. خلال زيارة نانسي بيلوسي كانت زيارة رسمية من جانب واشنطن، ولهذا السبب فإن الصين استجابت ببعض التحركات العسكرية والتدريبات العسكرية التي لم تحدث على فترة طويلة، وكانت هناك بعض التدريبات تحيط بمضيق تايوان. وواشنطن ذكرت أنه هذه الإجراءات غير مسؤولة، ولكن الجانب الصيني كان مجبرا على التجاوب مع هذه التصرفات، لأن الأمر يتعلق بوحدة الصين وسيادتها على أراضيها، وهذه هو الوقائع وهذه هي الحقيقة. ولهذا نحن في حاجة إلى التعامل مع هذا الشأن بشكل حذر، بدون أن نترك أي طرف يستفز الجانب الصيني، لأنه ربما ينتهي هذا بصراع عسكري، وهذا أمرا لا أرغب في حدوثه ولا واشنطن ترغب في حدوثه.